صندوق النقد الدولي زارونا في الاتحاد العام التونسي للشغل برشا بعثات، في اطار زيارتهم من تونس وفي اطار برامج اصلاحات اقتصاديه مطروحه وسمعنا بها، ولكن الى حد الان ما تحصلناش على درافت او مسوده الاصلاحات هذه. احنا في الاتحاد بعد الثوره معنيين بطريقه مباشره متابعة المسائل اللي تخص البلاد، على المسائل الاقتصادية الاجتماعية وخاصة الإصلاحات الضرورية للفترة الانتقالية هذه. في الإطار هذا كنا مستعدين وتقابلنا العديد من المرات، تقريبا 5 أو 6 لقاءات مع بعثات مختلفة من صندوق النقد الدولي، وكانت عنا محادثات معهم، عنا محادثات قلنا خلالهم على مؤاخذاتنا للإصلاحات الاقتصادية، على نسق سير الإصلاحات الاقتصادية هذه اللي هي ماهيش قاعدة تمشي بالسرعة المطلوبة كما قلنا، زاد على الوضع الاقتصادي والميزانية ونسب تنفيذها اللي إلى حد الآن ما فماش نسبة مرتفعة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والمبرمجة في الميزانية. إذا كانت عندنا العديد من الملاحظات سقناهم قلناهم لبعثات الصندوق الدولي اللي زارتنا، ولكن أكدنا في آخر زيارة على أنه الاتحاد العام التونسي للشغل من الضروري أنه يحصل على مسودة الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق أو البرنامج اللي تم مناقشته أو تتم مناقشته حاليا مع الأطراف الحكومية، لأنه في الاتحاد نعتبر أنه ما نجموش تكون دورنا سوري ولا استشارتنا تكون شكلية، لأنه اليوم إذا كان فما مسألة تهم مستقبل البلاد وخاصة تهم اقتصاد البلاد يلزم أنها نعالجوها بطريقة تشاركية. اليوم ما نجموش نواصلوا في الحديث من غير ما يكون عندنا دراية بالمشاريع أو ببرامج الإصلاحات المطروحة على بلادنا. يعني في الحقيقة من قبل كانت عندنا مؤاخذات في الاتحاد على صندوق النقد الدولي، على البنك العالمي، على المؤسسات المالية الدولية اللي في زمن معين على سيبورتي لا ديكتاتور، دعمت ديكتاتورية ودعمها وعملت برامج كانت كارثية على الاقتصاد التونسي. اليوم نعتقد أنه بلادنا خرجت من سياق من الاسباس تاع الديكتاتور القديم وماشية في اتجاه جديد. الاتجاه الجديد هذا يتطلب أنه الهيئات الدولية المالية تكون أكثر شفافية وتكون أكثر تشاركية وتطرح البرامج على الأطراف المعنية لبارتنير السوسيو، لأنه إحنا قبل طلبنا برشا حاجات. أول حاجة طلبناها من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أنه يعملوا أوديت على البرامج القديمة والكريدي القدم، إذا كان فما حاجات ما مشاوش قبل، فما برشا فلوس تعطات وبرشا ديكريدي تعطاو، يلزم نعرفوا مصيرهم وين مشاو وين تصرفوا وكيفاش تصرفوا. اليوم نطلبوا حتى في الجديد لازم نعرفوا شنو المجالات اللي باش يتصرفوا فيهم، علاش الحكومه قامت بالقروضات هذه وعلاش الحكومه اقرت الاصلاحات هذه. هذا المشكل تاعنا في الاتحاد العام التونسي للشغل، وطلبناه وموثق طلبناه على مستوى صندوق النقد الدولي. قلنا احنا كطرف اجتماعي يلزمنا ناخذ الوقت الكافي لدراسة الإصلاحات هذه، وعندنا الخبراء نتاعنا وعندنا وجهة النظر نتاعنا، لأن نعتقد أن الجانب الاجتماعي ضروري أن نعطوا ديمونسيون سوسيال للي ريفورم ايكونوميك نتاعنا، ما يكونش على حساب المواطن ولا على حساب مقدرته الشرائية ولا على حساب لا كاليتي دو في نتاعو. هاي المشكلة اليوم، المشكلة عندنا ديفلوبمون ريجيونال واقف، عندنا ديسباريتي اونتر لي ريجيون، عندنا شوماج، عندنا برشا ملفات. الملفات هذه يلزمها تتحل في اطار تشاركي. حسب الدوكيومون لاتر دانتونسيون اللي تم نشرها في مواقع عالمية اللي ليكس هذوما اللي تم نشرها، معناتها صندوق النقد الدولي يقترح زيادة في أسعار المواد الأساسية والبنزين، وهذا طبعا باش يعطي يعني غلاء، معناتها باش يسبب في غلاء المعيشة للتونسيين.
وفما مقترح آخر اللي هو زاد لوغمونطاسيون دو تاكس. دونك شنو رأيك في لي ريفورم؟ اسكو الاتحاد يوافق لي ريفورم هذوما؟ نقول لك حاجة، الاتحاد لي ريفورم هذوما لي ريفورم نعتبرهم معزولة إذا كان ما فماش إجراء حقيقي، لأنه ترفع في سعر المحروقات ماهوش ريفورم، سي مزور مؤقت، إجراء مؤقت مش ريفورم. لي ريفورم لازم تكون ستركتورال وهيكلية، ولازم تعمل دي ريفورم في المارشي دو ترافاي، دي ريفورم في الفورماسيون بروفيسيونيل، دي ريفورم في منظومة التعليم، دي ريفورم في الجباية، لأنه يعني اليوم الجباية اللي نحكيو عليها ما ماهيش لي تي في اباك، الجباية اليوم الجانب الأكبر منها يدفعوا العمال. اليوم فما منظومة جبائية ماهيش عادلة، فما منظومة جبائية اللي تثمن التهرب من الضرائب، لأنه اليوم هذا اللي ريفورم نيسيسير. اليوم كي ما تدفعش الضرائب غدوة باش تدفع، تاخذ التسهيلات الكل باش تدفع، اور اللي يدفع ومنظم في الدفعان ما عنده حتى بونيفيكاسيون. دونك اليوم زاد فما مشاكل في إعادة قراءة وإعادة النظر في منظومة الجبال. هاي المشكلة، يعني المشكلة مش انك ترفع في هذا او ترفع في هذا. ثم مسألة الترفيه في المحروقات، قلناها في الاتحاد او الترفيه في المحروقات، يعني شنو عمل في تونس؟ شجع التهريب، اسكو ولا السيركوي ليغال ولا غالي على المواطن؟ شنو يعمل المواطن؟ يولي يمشي للسيركوي باراليل. دونك الرفع في المحروقات ريالمون ما دخلش فلوس للدولة، الى انكوراجي لا كونتر بوند نتاع ليسونس، اسكو ولا السوم، لا ديفيرونس تاع السوم ولات كبيره، فهمت؟ هذه واحد. اثنين، احنا قلنا زاده في الاتحاد بيرسون ولا واحد يعرف قداش برودكسيون تاعنا تاع بترول، ولا واحد يعرف شنو هو الاحتياطي تاعنا تاع بترول، ولا واحد يعرف شنو هو البلان تاعنا في مساله الطاقه والبترول. عندنا شي بروجرام احنا اونتر دو بيي اللي هما منتجين كبار تاع النفط بين ليبيا والجزائر، لكن حتى الان ما عرفوش تونس البرودوي بترول ولا لا. واذا كان ان البرودوي تاع بترول، علاش ما نخدموش دي سبيسي دي معناها اختصاصات اخرى كيما رافيناج، كيما ترانسبور، كيما ستوكاج؟ علاش ما اون اكسبلوا با سا ريالمون؟ فماش دي ريفورم، معناها اون با فيو حاجات مهمين على معناها على شير ناسيونال. فما كلمة دي كونفيونس، فماش ثقة كبيرة، فما في معناها دي زوم دافير كي مازال معناها مانعينهم السفر وما نعرفوش علاش اسباب المنع القانونية شنو، اذا كان هم كوبابل والا لا. فما لو كليما دافير اللي هو يغيب عليه الجانب الامني، دونك لي زون دافير ماهمش مستعدين. دونك ريالمون اللي ينجم يكون الاكتور ايكونوميك برانسيبال هو الغوفرنمون، وهذا ماهوش قاعد موجود. دونك ريالمون لازم نطالبوا بدي ريفورم جديين ويكونوا على قاعده توافق، يطرح المشروع مع لي بارتنير سوسيو اكثر، العراف، الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة تطرح البرنامج نقشوا فيه، قدموا مقترحاتنا كيفاش نجموا نقدموا بها، كيفاش نجموا نصلحوا الاكونومي بتاعنا. هذا الكادر الجديد. يعني المشكلة ديما تطرح مع الحكومة وأشار لها الاتحاد، راهو المشاركة والحضور ماهيش استشارة. تعيط لي ونعيط لك وتسمعني ونسمعك، ماهيش كونسيرتاسيون. Concertation se tire sur la base d'un document. Tatini document, rajal qu'un document avec les remarques de. Fant, yani li sir tawri aytouna ba'd zarat yqoulouna walla nhabou l'ittihad am tounsi li chogli chek. Ba chek w nsma hadith, tak, chek tahki ba'd yakhraj document final walla un projet yqoulou rahou l'ittihad tam istishar. اعتقد ان الاستشاره ماهيش البريزونس بك، مش الحضور، هذيك استشاره كما
كما تسير عديد المرات وطلبنا بها، قلنا راهو ما يستحيل انه الاتحاد يكون حضوره صوري اذا كان فما مشاريع جديه في البلاد يلزم تعطيني ان دوكيمون وعندي انا وجهه النظر نتاعي، عندي لي زيكسبير نتاعي نقعد معاه ونرجع لك مكتوب فما على الاقل معناها حاجه نجمو نقدموها. ما هذا الشفوي والصوري والشكلي ما نجموش نقدمو به بالبلاد. دونك تقصد اللي صندوق النقد الدولي يعمل زياره كما قلت انت شكليه و مدكم بدوكيومون ولا ما مدكمش بدوكيومون؟ لا لا، تلاقينا اخر مره تلاقينا مع صندوق النقد الدولي، مع بعثه من صندوق النقد الدولي، وطلبنا منهم مع فاكس، قلنا ماذا بينا اذا نتلاقاو مجددا، نتلاقاو على قاعده تاع دوكيومون تاع وثيقه باش على الاقل نعرفوا احنا وين ماشيين، لانه نجمو نحكيو احنا مع في الاتحاد تاو اوني اوفير مفتوحين، خاصة في الترانزيسيون تاو في الانتقال الديمقراطي لازمنا نشاركو، لازم نكونو فاعلين ومشاركين في كل شيء، نبديو راينا ومفتوحين على الناس الكل، ما عندناش مشاكل، لانه طلبنا احنا انه الناس تستشيرنا وتعطينا دورنا الحقيقي كطرف اجتماعي. جاونا بعثونا مراسلات على اساس لقاء، رجعنا لهم مراسله قلنا راهو ماذا بينا نعرفوا مسوده الاصلاحات المطروحه على بلادنا. دونك ما وفرناش الوثيقه هذه، قالوا راهو مازال ماهيش وثيقه فينال وما عندناش، اما نجموا نقولوا لكم فيربالمون شنو الاصلاحات الموجوده. خذينا فيربالمون يعني ما يحبوش حتى يعني انجاجمون écrit sans engagement écrit verbalement je sais pas اللي قالوه انه لو دوكيمون مازال ماهوش جاهز. ما عطاوش وقتاش يولي جاهز؟ ما عنديش فكره معناها محدده على التاريخ، اما قالوا اللي الدوكيمون مازال لحد الان ماهوش جاهز. احنا نرجع نقول لك الاتحاد ديما عنده مسؤوليه، لازم يكون متابع للريفورم، خاصة الإصلاحات الكبيرة اللي تنجم تمس حياة المواطن والكاليتي دو في نتاعو والخدمة نتاعو والمهنة نتاعو كل شيء. دونك كوني ريالمون تري فيجيلون على المسائل هذه اللي هي في صميم عملنا. اللي نقولو يعني احنا نقابلو الأطراف الكل، ولكن بدينا تدريجيا نأكدو ونلحوا على انه ما عادش باش نقابلوا حد سون ان دوكيمون، لانه احنا با ديسكوتي جوسكا لانفيني. اذا كان فما برامج احنا اليوم خاطر نعرفوا الوضع الحساس تاع بلادنا، اذا كان اليوم نحبوا ننهضوا ببلادنا ونحبوا تتقدم وتتحسن، خاصه الوضع الاقتصادي اللي الناس الكل تعرفه اللي هو وضع بدا يقترب من الكارثه في بعض القطاعات اللي تراجعت بشكل رهيب، كما التوريزم كما الفلاحه كما عديد القطاعات الاخرى، مقابل انتعاش حاجات اخرى كالتهريب، فهمت، الكونترباند، المواد المدعومه اللي تمشي تتهرب من الحدود، الحاجات الاخرى اللي تجينا من برا. دونك ريال نون بدينا ندخلوا في فوضى كبيره، وبدا الايكونومي نتاعنا بدا من الاقتصاد المنظم بدا يمشي لنان فورمال. دونك هذا خافوا منه في الاتحاد انه اقتصادنا يمشي اكثر لنان فورمال. دونك هنا نقولوا فما نيسيسيتي وفما اورجونس انه لي ميزور اللي تطرح توا لازمها تكون عليها توافق، ويلزمها تطرحها على الاطراف الكل باش تعطي فيها راي باش تمشي فيها، لانه اليوم ما عادش فما حكومه تنجم تمشي وحدها في اتجاه وتفرض سياسة أمر الواقع على الباقي. أنقل لك معناها توا احنا أون إكزيج لي دوكيمون، فهمتني، لي ريفورم الكل اللي يلزم يكون عندنا فيهم رأي، لأنه احنا طرف إنتاج، بارتنير، طرف اجتماعي. دونك إذا تعمل سياسات، تعمل إصلاحات من غير ما تشاورني، نعتقد أنه باش يكون نتائجها فشل. يوم 7 جوان باش يصوت
القرض يتم الموافقة عليه من صندوق من المجلس نتاع بورد اوف دايركتورز نتاع الصندوق النقد الدولي. دونك ما التو ما تمش يعني معناتها بعد اي وثيقه للاتحاد في الوقت الحالي اليوم قبل بعض بضع ايام معناتها من تقرير هذا القرض. شنو موقف الاتحاد؟ اسكو تو ترفضوا الريفورم ستركتورال هذا ولا فوليز ابروفي؟ كما يقول الصندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يقول اللي الاتحاد الى بروف يعني لي ريفورم هذو. لا احنا ما طرحتش علينا لي ريفورم، ما طرحتش علينا نوعيه لي ريفورم والمجالات نتاعها والمسوده نتاعها، ما ليناش حاجه اكريت. تحدثنا في ديزاكس مختلفين، عطينا وجهة النظر نتاعنا اللي موجودة ونجمو نكتبوها وجهة النظر نتاعنا، ولكن المهم في هذا الكل أنه احنا طلبنا اوديت على الكريدي السابقين. احنا مانيش باش نقبلو كريدي جديد بدون ما ناخدو اوديت على السابق. هذا في الاتحاد احنا متمسكين به. وش هو موقف الصندوق؟ مازال ما جاوبناش. دونك احنا موقفنا باش يكون واضح، احنا ما نقبلوش كريدي جديد طوك ما عملناش اوديت على القديم. هذا هو موقف ثابت عندنا في الاتحاد. اثنين، لي ريفورم يلزمهم يكونوا كونسيرتي، معناها خاضعين لتوافق بين الاطراف الكل. وباش نقولوا فيها موقفنا، اذا كان لجور يوم تخرج السياسات هذه والاصلاحات هذه باش نقولوا فيهم راينا، ما نجمش نقول لك دافونس وين باش تمشي وين ما عنديش فكره. واحنا الكل في الاتحاد نعرفوا هكا ديزاكس تحدثنا فيهم، اما ما نعرفوش لي ريفورم ريال ما شنو بالضبط. وحسب رايكم الموافقه نتاعكم تجي قبل يعني قبل ما تاخذ تونس القرض ولا بعد ما تاخذ تونس القرض؟ نجي نقول لك احنا بيسكو باش تصحح لو 7 جوان مش موافق، احنا اونسيين با مع الحكومه، احنا نعطيو راينا، فهمني، نعطيو راينا، ولكن توا بعد الثوره نعطيو راينا ونضغطوا على انه لي ريفورم هذوما ما يكونوش على حساب الاجراء، ما يكونوش على حساب الشعب التونسي. هذا ثابت، لانه اليوم ما عادش باش نسمحوا انه دي ريفورم يجيونا مسقطين. اليوم عندنا الاكسبرتيز نتاعنا، عندنا الاطراف الاجتماعيه نتاعنا هي اللي تنجم تاخذ خياراتها، لانه احنا وضع يلزم الناس تفهم، والصندوق النقد الدولي يلزم يفهم انه البلاد هذه صارت فيها ثوره. شنو مستقبل البلاد هذه صارت فيها ثوره؟ هما دي ميزور دي ريفورم يلزمهم يكونوا ادوبتي من الناس الكل باش تنجح. ما عادش فما خيارات واملاءات، لانه يعني قبل كي كنا نحكيو على صندوق النقد الدولي والبنك المونديال ما نقولوش دي ريفورم، نقولو املاءات. دونك اليوم الاملاءات ما تنجمش تتوصل على الثوره. صندوق النقد الدولي ولا البنك المونديال ما عادش فما املاءات، فما دي ريفورم كون لي ديسبيوت ناقشوهم، ناقشو لي ريفورم ومن بعد نشوف. خاطر انا نعني قبل هاو قايلين البنك المونديال ونفهمي بالخيارات نتاعهم او الاملاءات، جنسيت على الاملاءات وين وصلوا، توت شوماج وين، ديسباريتي ريجيونال وين، الاقتصاد نتاعنا لي شيفر نتاعو حاجه والرياليتي نتاعو حاجه، فهمني، فما نمو ما فماش تنمية. دونك هذا الخيارات القديمه وين وصلتنا. اليوم كان باش نعاودوا نفس الخيارات الدرجة باش نوصلوا لبعض هي كارثية أكثر من القديم. دونك نتصور اليوم إذا كان باش نحبوا نمشوا في معناها لابون فوا يلزم معناها مش تشريك الأطراف المعنية. آخر سؤال، غدوة كيف سياسة صندوق النقد الدولي، سياسة التقشفية نتاع صندوق النقد الدولي، باش يكون عندها امباكت في
قريب على القدرة الشرائية للتونسي وعلى مستوى المعيشة. شنو باش يكون موقف الاتحاد؟ الاتحاد باش يقبل الشيء هذايا ولا شنو باش يعمل؟ ما نعرفش، بس التقشف اللي باش يتم اعتماده كيفاش؟ أمانة نحكي على أكثر بوتيتر لا غوفرنونس، ما عنديش مشكلة تاع تقشف أكثر، معنا مشكلة تاع غوفرنونس تحكم في البلاد. دونك صحيح، ما هي سياسة التقشف يعني. نعم. معناتها هي معناتها حسب ما يقول الصندوق النقد الدولي باش يكون فما تقشف لي pour réduire l'écart pour réduire les déficits budgétaires. اي تقشف وقتاش باش التقشف نحكي عليه، سياسه التقشف خاطر راهو بوليتيك كامله، تقشف معناها بوليتيك كامله، معناها الماء يولي بالوقت والثوب ينجم يولي بالوقت، وسي بوليتيك كامله، بوليتيك كامله. مي اور هذا احنا ما نعملش في حاجه لسياسه التقشف، انا اعتقد احنا في حاجه الجوفرنونس اكثر. اليوم على ديبونس بيبليك مازالوا هما بيتهم لو ميم بورتفوي لو ميم مونتون نتاع ليبوك تاع بن علي، دونك بالتجمع بسياراته بالليسونس نتاعو بالموظفين نتاعو. اليوم النفقات العموميه هي معناها كوم سي ما تبدلش شيء، يعني نفس الوزارات تستعمل في نفس الموظفين في نفس السيارات في نفس الكونتيتي تاع ليسونس في نفس المشكل. اليوم الدستور كي يقعد لك عامين ويتكلف لك ايسونس ويتكلف لك دي سالير تاع لي ديبوتي ويتكلف لك لي زيكسبير ويتكلف لك كل شيء. اليوم تواصل الترانزيسيون عميل تتكلف لك فلوس لانه لي زون دافير ما يجيوكش طونك ما عندكش اجندا، دونك لي زيليكسيون ماهمش محددين، شكون باش يجي؟ ما يجيك حتى واحد. الناس كلها تبدا هذا، معناها احنا توا في وضع ترانزيسيونيل، لي زانديكاتور اللي عندنا ماهمش واضحين باش نعمل عليهم سياسه تقشف. لازم يبدا عندنا لي زانديكاتور واضحين، لازم نبداو في وضع ستابل، تبدا عندنا حكومه منتخبه، تبدا عندنا لي زانستيتيسيون منتخبين، ويبدا الوضع الامني ستابل، ويبدا الوضع الاقتصادي بلوز او موان واضح. معناها اليوم هذوما لي زانديكاتور هذوما توا كونفيو ماهوش واضحين، لانه الحكومه هي مازالت تخدم في الدستور، مازالت الشاش باش تعطي تعويضات، الشاش باش تدخل القطاع العام اللي طردوا واللي ما لقاوش خدمه واللي درشني. دونك توا حتى لي شوا اللي موجودين ما فماش حاجة الون تيرم، كلها اون جير لو كور تيرم اكثر، اون جير لا ترانزيسيون، وهذا اللي ديليكا شوية، اون جير دونك لا ترانزيسيون، اون جير با بلاد. دونك حتى لي ريفورم انا راه حتى لا فامي ما تنجمش تعطي حاجات دي ديريكتيف دونك لا سيتواسيون ني با انكور ستابل. دونك هاي هذا المشكل، المشكل توا في جيستيون ترانزيسيون لازمها تكون معناها تريباتيت بلوز او موان، لي باترونا لي سينديكا لي غوفرنمون تكون ثلاثية على الأقل بور أريفي للفترة نتاع الاستقرار أكثر، والانتخابات ومؤسسات الدولة تبدأ أون بلاس، وقتها نجمو نتحدثو على دي ريفورم. معناها توا دي ريفورم وكان غوفرنمون ترانزيتوار avec il faut soutenir ça à la transition démocratique, il faut assurer l'intégration démocratique. Mais nous elle a tant parlé que les réformes de la famille ma عندهم حتى مع حتى مع لكن اليوم انا ما عنديش تاريخ الانتخابات في بلادي في تونس، وانت تعمل لي ريفورم على 10 ans قدام ما je suis pas très intéressé ما تعنينيش لانه لا سيتواسيون ني با encore clair. L'investissement في تونس ما يجيش، لانه celui qui va investir ما عندوش la feuille de route تاع gouvernement، ما عندوش tableau de bord واضح، ما عندوش les échéances معناها تاع الانتخابات ولا دات، شكون باش يجيك حد؟ ما يجيك حد. دونك les indicateurs نتاعنا ماهمش في وضع ستابل، وما يعطيناش
دونك ايماج كلير باش نفهموا لي ريفورم مين ينجم يمشي.